يقول الامام عبد الله الواسطي رضي الله عنه: دخلت البيت الحرام ذات عام فقيل لي ان في هذا المكان امرأة لا تتكلم الا بالقرآن، فدنوت منها وقلت لها: السلام عليك يا امة الله. فردت علي السلام قائلة: سلام قولا من رب رحيم. قلت لها: ما جاء بك الى هنا؟ قالت: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اسمك؟ قالت: واذكر في الكتاب مريم. قلت لها: ما اسم ابيك؟ قالت: انا ارسلنا نوحا الى قومه. قلت لها: لك اولاد؟ قالت لي: او يزوجهم ذكرانا واناثا. قلت: ما اسماؤهم؟ قالت: واذكر في الكتاب اسماعيل، واذكر في الكتاب موسى. يا داود انا جعلناك خليفة في الارض. قلت لها: يا امة الله، اتحبين ان تركبي ناقتي؟ قالت: وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. فلما ارادت الركوب قالت لي: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. فلما وضعت قدمها في الغرز قالت: بسم الله. فلما استوت جالسة قالت: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فلما ارادت النزول قالت: وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. فلما استقرت جالسة قلت لها: اتريدين طعاما؟ قالت: اني نظرت للرحمن صوما. فلما غربت الشمس جاء ابناؤها فقالت لهم: ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف. فلما اكلت هجعت قليلا. فقلت لها: ما شأنك يا امة الله؟ فقالت: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قال الرجل: فلما ماتت رأيتها في المنام فسألتها: كيف حالك بعد لقاء الله؟ فقالت لي: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وحد المليك المقتدر.